غير بعيد عن قلب العاصمة المصرية القاهرة. لا أثر هنا في شارع الدويقة لصور عبد الفتاح السيسي ولا لحمدين صباحي، وكأن هذا الحي خارج حسابات المترشحين للانتخابات الرئاسية التي دخلت يومها الثالث والأخير. كل شيء هنا يوحي بالعوز والحاجة، ورغم ذلك يتنقل بعض المصريين عبر هذه المركبة للإدلاء بأصواتهم أملا في غد أفضل. كل الناس اللي هي نزلت تشكر فيها بركة، ربنا يكفينا شر. من حقنا ننزل، من حقنا ننزل ونصر عشان البلد تصطلح وتبقى كويس. البلد تصطلح وتبقى كويس، احنا عشان شبابنا وعشان عيالنا وعشان اللي لينا كله. كل حاجة غالية هنا، مفيش حد كده، والناس اللي بيشتغلوا بعشرين جنيه 30 جنيه بيعملوا ايه في البيوت؟ عملوش حاجة. مشاكل بالجملة يتخبط فيها سكان حي الدويقة، فمظاهر التنمية بالحي شبه منعدمة، أما فرص الشغل فيقول السكان بأنها غائبة تماما. في بطالة كتير، ما فيش شغل، الناس حال واقف، الدنيا واقفة، الناس هتعمل ايه طيب؟ هتشتغل ازاي؟ هتجيب منين؟ الأول كنا بناكل، كنا بنشرب، وكان في فلوس كنا بنصرف، وكنا بالله الجاز متوفر، وبالله البنزين متوفر، وبالله الحاجات دي، ما شفناش الحاجات دي صراحة لما حسني شلو. احنا هنا منطقة الدويقة ظلمة، يعني نرجو من الله ان هو يبص للناس الغلابة ويقدر ان احنا عايشين في الجبل هنا في الشهبة تعبانين، بالشط المية بالاكل والشرب. ظروف لم تمنع سكان الحي من المشاركة في اختيار الرئيس الجديد، لكنهم عازمون على تنحيته في حال اخفق في تحسين ظروفهم المعيشية التي طال انتظارها. واللي هيجي لو طلع مر برضو هنصلح تاني ومش هنيأس، لان دي بلدنا. احنا دلوقتي ظروفنا تعبانة، البلد كلها ظروفها تعبانة نايمة. أوضاع مزرية يعيشها سكان حي الدويقة الذي لا يبعد عن قصر الاتحادية سوى بأربعة كيلومترات. تحديات كبيرة أمام الرئيس الجديد لتجنيب ثورة جديدة قد تعيد مصر إلى نقطة الصفر. عبد القادر خربوش، زير تي في، القاهرة.